ناجي، ايه رايك برضو ناخد احد طبعا اللي شاركوا في هذا الاستضافه او التنظيم للبطوله او كاس العالم للجمباز؟ معانا الكابتن او الاستاذه فاتن البطل، عضوه مجلس اداره الجمباز، الدكتوره فاتن دكتور. البطل عضوه مجلس اداره الجمباز، اهلا بك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك، الف مبروك على الاستضافه، والف مبروك على الشكل الجميل اللي احنا شفناه. احكي لنا بقى القصه جت ازاي يا دكتوره؟ افندم احكي لنا القصه جت ازاي، بدايه طلب مصر تنظيم كاس العالم للجمباز بدأ منين؟ والله بدأ بقاله يعني تقريبا من بداية السنة اللي فاتت، وكان الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز عرض إنه يستضيف، طبعا بالنسبة لظروف البلاد كلها وحالة الكورونا اللي موجودة في كل دول العالم، فكل الدول كانت متخوفة. بداية إحنا استضفنا البطولة الأفريقية، لأن كانت البطولة الأفريقية بلغنا الاتحاد الدولي إنها في جنوب أفريقيا، ودي كان فيها التأهل للجمباز الفني بنين وبنات والتأهل للترامبولين. فالحقيقة رئيس الاتحاد بذل مجهود جامد جدا جدا في إنه يتصل بالاتحاد الدولي ويتصل بالاتحاد الأفريقي، قدر إن هو يستقطب البطولة عندنا بتاعة التأهل بدل ما نسافر جنوب أفريقيا، قدر إن هو يستضيفها هنا. والحقيقة عمل مجهود جبار مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان يعني الحقيقة بيدعم الاتحاد جامد جدا جدا، وقدرنا ان احنا نستضيف البطولة الأفريقية، والحمد لله قدرنا ان احنا اول سنة، ان احنا اول مرة من 12 سنة نتغلب على فريق الجزائر في الجمباز الفني. بقالنا 12 سنة تقريبا ما بناخدش البطولة الأفريقية في الجمباز الفني، الحمد لله تأهل من عندنا اللاعب عمر العربي من المؤسسة العسكرية منتخب مصر في الجمباز الفني رجال، وتأهلت اللاعبة زينب إبراهيم لاعبة منتخب مصر ونادي سموحة، برضو تأهلت في البنات، وتأهل لاعب ولاعبة من الترامبولين اللاعبة ملك حمزة منتخب مصر واللاعب سيف آسر منتخب مصر، وكان متأهل من قبل كده فريق جماعي جمباز إيقاعي، واللاعبة حبيبة محمد دي لعيبة منتخب مصر، حبيبة محمد مرزوق. فالحقيقة ده إنجاز بالنسبة للاتحاد المصري للجمباز، وابتدى الدكتور إيهاب اتصالاته بالاتحاد الدولي عشان يقدر يستضيف كأس العالم هنا، ودي أول مرة تحصل عندنا حدث على مستوى يعني بعد بطولة الهاندبول، ده أول حدث بالنسبة للجمباز، حدث عالمي وجاي 17 دولة إن شاء الله، حوالي 65 أو 68 لاعب ولاعبة، وفي ظل الظروف الكورونا ده يبقى عدد في الألعاب الفردية جامد جدا جدا. فالحمد لله ربنا يوفق، وهنبتدي إن شاء الله من يوم واحد دخول كبسولة مغلقة وعمل البي سي آر لجميع الأجهزة المنظمة وللأجهزة الفنية واللاعبين القادمين من الخارج والأعضاء مجلس الإدارة وكل اللي هيقدر يحضر البطولة إن شاء الله. طب دكتورة يعني برضو خلينا نطمن على الناحية الفنية، حضرتك شايفة هل ممكن عندنا طبعا في ظل وجود يعني البطولة على ملعبنا وعلى أرضنا أرض مصر، هل عندنا يعني ممكن نرفع طموحاتنا كده أن ممكن حد من عندنا يحقق مركز متقدم؟ هو إحنا يعني حاطين أملنا على حد من الفني رجال بالذات، يعني عشوانين في ربنا، وفي المستوى اللعيبة عندنا لاعب محمد اللاعب علي زهران في جهاز الحلق ده ممكن يجيب، ده كان جايب ثالث كاس عالم، كان محقق واخد اول في بطوله، يعني منتظرين ان شاء الله علي زهران ان هو يحقق ميداليه، اللاعب محمد عاشور، اللاعب عمر العربي، يعني بمشيئه الرحمن متعشمين ان احنا ناخد ميداليات في الفردي على أجهزة مختلفة بالنسبة للبنين في الجمباز الفني، وربنا يكرم إن شاء الله. الولاد ظهروا بمستوى مشرف جدا في البطولة الأفريقية بشهادة الجميع، وكان حاضر النهائي بتاعها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لأنه داعم لينا جدا، والسيد معالي الوزير وزير النقل كانوا حاضرين الفاينل بتاع البطولة، يعني ويعني كانوا أشادوا بالتنظيم وأشادوا بكل حاجة في البطولة الأفريقية، وإن شاء الله إن شاء الله يعني كل الناس تعبانة
وفي دعم كبير من وزارة الشباب والرياضة للاتحاد ورئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، بس أنا أخص بالذكر رئيس الاتحاد لأنه بذل مجهود جامد جدا جدا جدا، فيعني ربنا يكلل كل جهودنا بالنجاح، إحنا مش مقصرين في حاجة وعشمنا في ربنا كبير، وسمعنا إن احتمال كبير يبقى يعني معالي رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية ممكن يحضر لأنه بيحضر الأحداث العالمية كداعم أول للرياضة في مصر، فربنا ييسر وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نفرح شعب مصر كله يعني بالحصول على أحد الميداليات ده إذا ما كانش أكتر، وربنا يوفق الجميع. طبعا دكتورة فاتن البطل عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز، بشكر حضرتك شكرا جزيلا وأتمنى لكم كل التوفيق يا دكتورة. الحقيقة بيكون موضوع جميل لما تلاقي حدث زي ده يعني بيتنظم على أرض مصر، وإحنا لينا السبق الحمد لله كبرنامج الأبطال إن إحنا بنغطيه وهنفضل نغطيه أثناء البطولة، لأن ده حق الحقيقة كل اللي شاركوا في هذا الحدث الكبير.